نروح بقى فرع الأهلي بس بالشيخ زايد اللي شهد تنظيم ماراثون للجري تحت شعار لا للتعصب. ده كان بمشاركة كبيرة من أعضاء النادي وتحت إشراف لجنة الشباب والعلاقات العامة بفرع الشيخ زايد والإدارة التنفيذية للنادي واللجنة العليا للجان برئاسة المهندس وليد مبروك متولي. هنروح نتابع التقرير ده ومنه هنروح فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نكمل بحضرتك. لا للتعصب دي مبادرة وزارة الشباب والرياضة عاملاها، واحنا كجزء من الدولة قلنا نشارك فيها ونبقى داعمين ليها، وفي نفس الوقت الأسرة المصرية كلها بتشارك فيها، بتجري بتعمل رياضة، الناس بتتعرف على بعض. الشيخ زايد طبعا هنا المنطقة أنسب مكان يتعمل فيه الموضوع ده، المساحات كويسة وكده، والماراثون ابتدى، الناس هتجري حوالي 3 كيلو وترجع، وإن شاء الله يرجعوا كلهم كويسين ومعهم عربية الإسعاف والأوتوبيس بتاع المقر وعصاير ومية وكده في الطريق عشان لو حد عايز يشرب، إن شاء الله يبقى يوم كويس يعني والأعضاء ينبسطوا فيه. الهدف منه إن احنا ننهي أو نقلل التعصب اللي بقى زايد قوي بين الجمهور عامة في أي حاجة، سبيشلي على السوشيال ميديا، ومش بس على السوشيال ميديا يعني في كل حتة. الناس بقت يعني التعصب زايد قوي عن زمان او عن اي وقت فات، فاحنا طبعا الاهلي زي ما هو دايما الرائد في كل حاجه، فاحنا عاملين النهارده ماراثون تحت شعار لا للتعصب علشان يعني ننشر الوعي او التوعيه انه الناس لازم يبقى التعصب اقل، او انه يبقى لازم يبقى في روح رياضيه، لازم ان الناس تبقى تتعامل على الرياضه على انها رياضه فيها مكسب وفيها خساره، ممكن فريق مره يكسب فريق مره يخسر. المبادره دي النهارده ده اول يوم لينا، هنبتدي نعمل ماراثون وجريات، بنجمع الناس الشباب والاعضاء عامه علشان نمارس شكل من اشكال الرياضه، وكمان كنا حريصين جدا ان كل جاريه يبقى لها شعار، نبقى بنعمل توعيه عن قضيه معينه. فالنهارده يعني حبينا مع انطلاقه المبادره نبقى عاملين الشعار بتاعنا لا للتعصب الرياضي، يعني تماشيا مع الاحداث وتماشيا برضو الايند مع الدايركشن بتاع الدوله، انه دي من المبادئ اللي النادي الاهلي بيحب دايما يقولها، ونبقى احنا كلجنه الشباب بناكد عليها ونوصلها للشباب. فطبعا من خلال حدث بسيط وفن وبرده في جانب رياضي، فبنجمع كل الناس وبنجري وبيبقى في توعيه برده في نفس الموضوع في نفس الوقت. كلمة التعصب الرياضي بس مش هتقتصر على الرياضة بس، يعني دايما احنا بنتكلم على التعصب في عموما في حياتنا عموما كلها، ودي حاجة جميلة جدا اللي هي يعني بتأدي مش بس ايه الناس يكون فيها عندها تعصب في الشارع في البيت في اي حاجة، دايما نتحلى كلنا بالروح الرياضية. وبالنسبة للإيفنت بتاع النهاردة كان جميل جدا، وكان فيه ردود فعل جميلة من الناس المشاركة، وبحب اشكر جدا اللجنه اللي هي المنظمه على الايفنت الجميل ده، واتمنى ان هي تعمل كتير منه. والله احنا حاليا بنشتغل على شويه ايفنتس كده يوميه، اللي هي ايفنت اليوم الواحد، ان شاء الله بنخطط لايفنت برضو خلال الاسبوع اللي جاي او اللي بعده، عجل يبقى مسافه، هيبقى في عجل موجود، الاعضاء تشارك بشكل كبير ان شاء الله. عندنا شويه ايفنتس بقى تثقيفيه، يعني كان من قريب كان عندنا غرفة البورصة المصرية عملت تريننج للناس على مبادئ البورصة، وفي ان شاء الله كذا ايفنت بننزل البلانز على البيجز على الفيسبوك وعلى الموقع الرسمي. الاعضاء متحمسين جدا، هي الجارية تقريبا 3 كيلو 2 كيلو 900 حوالين سور النادي، تبدا من باب النادي وتلف حوالين النادي من بره لغايه ما يرجعوا تاني يتجمعوا. طبعا معمول الى حد ما على قد ما نقدر الاجراءات الاحترازيه مظبوطه، عشان برضو في الفتره دي خايفين على الناس شويه بالظروف اللي احنا فيها، معمول كذا ستيشن ميه وعصير للناس عشان لو حد تعب او حاجه، وكمان في عربيه اسعاف تساعد الناس لو حد حصل له اي مشكله او حاجه تبقى العربيه موجوده.